نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب، كيف الأخبار؟ يا رب دايما كده تكونوا بصحة وبسعادة يا رب. الصوت واضح ليكم كلكم؟ الله يسلمكم يا رب، يا رب دايما كده تكونوا بصحة وبسعادة دايما كده يا رب. يا رب جميعا كده. الصوت واضح ليكم كلكم؟ الحمد لله بخير يا زينب. الحمد لله بخير. طبعا النهارده احنا بنكمل رحلتنا في كورس إدارة ضغوط الحياة، وبنحاول ان شاء الله ان احنا نكمل رحلتنا ازاي ان احنا نتعامل بإدارة ضغوط الحياة بشكل فعال وبشكل حيوي. تمام، ربنا يكرمك يا رب يا زينب. عليكم السلام، ازيك يا نوران؟ نوراني طبعا. عليكم السلام عليكم جميعا يا شباب، رب دايما كده بصحة وبسعادة في كل وقت وفي كل مكان. واضح ان في، مش عارف ليه المحاضرة كانت شغالة من شوية. عليكم السلام يا محمد، نورنا طبعا. انتوا عندكم المحاضرة شغالة ولا بس عندي لسه البرزنتيشن مش ظاهرة؟ لسه بتحمل عندي. ظاهرة عندكم؟ مش ظاهرة. تمام، عشان انا بتأكد بس، عشان انا بحاول ارفعها لسه برضك. تمام مظبوط، يعني احنا ظهرت عند ناس ولسه ما ظهرتش عند ناس. تمام، تمام. نحاول ارفعها تاني اهو. طيب بتحمل، انا بحملها تاني اهو عشان تبقى واضحه لينا كلنا. طيب احنا يا شباب اتكلمنا في خلال هذا الكورس، نركز كلنا دلوقتي معانا، كم واحد حضر معانا الاول الكورس من اوله لاخره؟ كل الشباب حضرت معانا المحاضرات الاولى والثانيه ولا في ناس ما حضرتش معانا الاولى والثانيه؟ تمام، مش للاسف خالص يا مادي، ما تقلقش، كل المحاضرات مسجله وتقدر ترجع لها باذن الله. فين زينب؟ معانا تاني يوم، منوراني دايما يا زينب. فان شاء الله اللي فاتوا اجزاء من المحاضرات ما تقلقوش جدا، المحاضره موجوده سواء على الجروب بتاعي على الفيسبوك، وده اللينك بتاع الجروب بتاعي من على الفيسبوك، تقدروا تنزلوا كل المحاضرات بتاعتي من عليه، وهتلاقوا في المحاضره بتاعت اداره ضغوط الحياه كامله. اهلا بيك يا مروان، منورنا. ساره ما شاء الله حاضره معانا كل المحاضرات، ده شيء كويس جدا طبعا، منورين دايما يا ساره. وبرضك لو في اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار، ده الاكونت الشخصي بتاعي على الفيسبوك، تقدروا تتواصلوا معايا عليه في اي وقت. تمام كده؟
الحمد لله كده المحاضرة دارت، يبقوا كلكم بإذن الله موفقين بإذن الله، إن هنبتدي إن شاء الله نتكلم. عن بإذن الله نكمل موضوعنا. يمكن إحنا اتكلمنا في المحاضرة الأولى والثانية عن طرائق الضغوط، وعرفنا إن كل واحد فينا بيبقى عنده ضغوط من اتجاه أشياء معينة، وإزاي إن إحنا نفهم طبيعة هذه الضغوط. أوكي؟ أوكي كده يا شباب؟ فهنكمل بإذن الله، واتكلمنا إزاي نقلل الضغوط، اتكلمنا عن المنطقة بتاعت إزاي إن أنا أقلل ضغوط الناس، وإزاي أقلل ضغوط المال. النهارده هنكمل بتاعتنا. تمام، مفيش مشكلة يا زينب. لا أسهل لو دوست على اللينك هتقدري تخش على طول على الأكونت بتاعي على طول، ده هيبقى أسهل لك على فكرة. لو دوست على اللينك هتلاقيني على طول بوشك، فتقدري تعملي الآد مفيش أي مشكلة. تمام، بس عشان كده اللينك بيبقى عامل هذا الشكل. أوكي، بس المهم نكمل. دلوقتي احنا بنقول ازاي اخفف ضغوط وقت الفراغ. طيب مفيش مشكله، ممكن في نهايه المحاضره ابعت لك اللينك تاني تقدر تخش عليه عادي. ازاي اقلل ضغوط ضغط الفراغ؟ ايوه يا محمد، العافيه زينب، انا موجود يا محمد. واضح ان في محمد عنده مشكله، ده الاكونت بتاعي اهو. تمام، اوكي، طيب زي الفل. طيب ازاي ركزوا معايا ان شاء الله دلوقتي. لو انت مش عايز تكبر في السن، لو انت مش عايز تكبر في السن، فلازم ان انت تعمل حاجه، لازم تعمل حاجه او تعمل كل شيء تعمله بسعاده بفرحه. يعني جسمك لازم يكون سعيد، الفكره اللي انت بتبتكرها لازم تكون سعيده، عواطفك اللي هي بتسيطر عليك لازم تكون سعيده. وبالتالي اتعلموا كده قاعده ليكوا في حياتكم كلها، ما تعملش حاجه الا وانت مبسوط اللي انت بتعملها، ما تعملش حاجه الا وانت مبسوط وانت بتعملها. اوكي، فده قاعده لازم نعملها في حياتنا، قاعده لازم نعملها في حياتنا. ما تعملش حاجه وانت زعلان، ما تعملش حاجه وانت مضطر. الاشخاص دول على راي جورج شيان بيقول لك الاشخاص اللي هم بيقدروا يمسكوا ويقدروا يقضوا وقت فراغهم بشكل ايجابي وشكل متفائل وما فيهوش ضغوط، هم دول الاشخاص اللي يعتقدوا ان وقت الفراغ ده شيء الوحيد اللي له قيمه. ولازم تقتنع اولا ان وقت الفراغ مهم، وان انت عايز انك تزود منه مش انك تقلل منه، ومستعد تتغير اي شيء في حياتك عشان تحصل على وقت الفراغ ده. وبالتالي لازم واحنا بنفكر، في وقت فراغنا مش هنعتبر ان وقت الفراغ ده الوقت اللي احنا بنضيع فيه وقت، بالعكس ده الوقت اللي انا هستثمر فيه وقتي، ده الوقت اللي انا هستثمر فيه وقتي. طيب علشان كده بقول لك لما تيجي بقى بدل ما انت حاسس بالفراغ، حاسس ان انك مش قادر تعمل اي حاجه، حاسس ان ده وقت بيضيع وان انت مش حاسس بطعم الحياه و و و، لازم ان انت تعمل هذه الوسائل علشان تقلل من ضغط وقت الفراغ الخاص بيك. اول حاجه لازم تعملها ان انت توجد وقت فراغك. يعني ايه توجد وقت فراغك؟ يعني اليوم في كام ساعه يا شباب؟ ها اليوم في كام ساعه؟ 24. برافو جدا يا محمد، مختلفين في ده؟ حد عنده وقت ساعة؟ نوران انت عندك اليوم 12 ساعة؟
تمام. نشوة، نشوة اتنين. ازاي اتنين يا نشوة؟ ها تمام، بتدور في 12 ساعة التانية. لا ما احنا لسه هنقسم يا نوران، احنا بنقول دلوقتي اليوم كام ساعة؟ اليوم 24 ساعة صح؟ طيب 24 ساعة تمام. اقول دلوقتي 2 12 24 ساعة، بننام 8 ساعات ده الطبيعي، المفروض الانسان بينام 8 ساعات وبيشتغل وبيدرس 8 ساعات، يبقى كده عندنا كام ساعة؟ يبقى عندنا كام ساعة كده؟ 16. يفضل لنا كام ساعة؟ 8 ساعات. هناكل وهنشرب وهنروح مواصلات وهنغير هدومنا وهنصلي و و و، عليكم السلام يا باشمهندس إياد. كل ده هياخد وقت قد إيه؟ ياخد 4 ساعات في 8 ساعات، يفضل لنا كام ساعة؟ 4 ساعات. نضيع ساعتين ما بنعملش منهم أي حاجة، يتفضل لنا ساعتين. فانت ممكن في اليوم ان انت تستثمر ساعتين تقضي فيهم وقت فراغك، ممكن في خلال الساعتين دول تعمل فيهم وقت فراغك، تعمل فيهم هوايه، تعمل فيهم نشاط اجتماعي، تعمل فيهم نشاط ثقافي، تقابل فيهم حد ممكن يطورك او حد ممكن يعلمك حاجه جديده. وبالتالي نظرية إن ما عنديش وقت دي نظرية فاشلة. نظرية إن أنا ما عنديش وقت دي نظرية إيه؟ فاشلة. إحنا اللي بنضيع الوقت. إحنا ممكن نقعد 4 5 ساعات ما بنعملش أي حاجة. صح ولا غلط؟ تمام. ما عندكش وقت خالص يا باشمهندس ايهاب. وعليكم السلام يا ايمان. تمام، انت بتدخل الجامعه 8 وبتخلص ده. طيب بتعمل ايه في يوم الاجازه؟ انا معاك طبعا ده ان في وقت الدراسه ساعات بيبقى الضغط بيبقى عالي ومسكاشن ومحاضرات و و و، وعليكم السلام. ايه الاجازه؟ الجمعه. انا عايزين الاجازه اللي هي الجمعه دي يومين في الاسبوع. بلاش يا سيدي، اجازه نص سنه بتعمل فيها ايه؟ تمام ماشي يا جم، فاحنا بنقعد 8 ساعات برضه كمان. عليكم السلام يا عفاف. اوكي لا دي زياده، انا قصدي ان انت تحاول لو نجحت ان انت في الاسبوع تستثمر الساعتين. منوره يا عفاف. لو انت قدرت ان انت تستثمر ساعتين 4 6 ساعات في الاسبوع، ده يبقى نجاح ليك، تقدر تعمل حاجه من نفسك فيها. ان شاء الله ساعه في الاسبوع، شوف هنوصل لغايه ايه. ان شاء الله ساعه في الاسبوع ان انت تعمل حاجه اللي انت بتحبها. تقرا كتاب، الكتاب دي مش هتاخد منك ربع ساعة نص ساعة في اليوم قبل ما تنام. ان انت تلعب هواية. تمام؟ المذاكرة ليها وقتها يا ايهاب. ما اكيد المذاكرة. وهل انت هتقنعني يا ايهاب ان انت بتذاكر من اول يوم؟ ولا احنا بنذاكر قبل الامتحانات؟ شفت بقى؟ شفت هتتضعف بس. اوكي خلاص، يبقى احنا كده كده احنا بنذاكر قبل الامتحان. اكيد كل الشعب كده يا هاد، حد في الجامعه بيعمل كده. طيب انا قصدي ان احنا ازاي نقتنص دقائق. بالظبط كده، ان احنا نقتنص وقت في حياتنا علشان يعني ده وقت فراغنا، هو ده اللي احنا نوجده. اوكي اما لقيت وقت الفراغ افتح استثمر ساعة ساعتين 10 ساعات 20 ساعة في الأسبوع، كل حسب وقته وإمكانياته وحضوره. أبتدي بقى أعمل نظام للجدول ده. يعني مثلا هعمل إيه في وقت الفراغ؟ هل مثلا هقرا كتاب؟ هل مثلا أحضر كورس؟ هل مثلا هطور لغة عندي؟ هل هطور مهارات ليها علاقة مثلا بالكمبيوتر، ليها علاقة بال
للتطوير الذاتي كل ده. تمام، او حمل الناس على في الهواء سوا. تمام، فكل الكلام ده مهم، ان انت تجدول وقت فراغ. طب انا ما عنديش وقت خالص، في ايام فعلا الواحد بيبقى عنده ضغط شغل، ضغط دراسه، دراسه وامتحانات ومذاكره ومش ملاحق. انت ممكن تقضي اجازه في دقيقه واحده. تقضي اجازه مش مشكله يا محمد، انا بتعامل بانفاق ودي لا شيء خالص. شفت بقى ازاي؟ اللي هو ان انت تستلقي في مكانك، تقعد كده قاعده كده على هواده كده، تقعد في رواقه. تمام، وتسرح بخيالك، تسرح بخيالك المكان اللي انت نفسك تسافر فيه، او في المكان لو انت مثلا بتحب البحر تسرح ان انت قدام البحر. تقعد على الزبون. تمام، اوكي يا وعليكم السلام. فبالتالي لا، مفيش فيديو يا عاطف، احنا صوت بس ما تقلقش، اعتقد ان في هيبقى في تفاعل لا تقلق، يعني اللي في صوت ساعات بتقلل النت فبيبقى افضل. تامل جميل جدا 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 يا عفاف. تمام، يا زينب سوري، صح، كلام مظبوط جدا يا زينب. ان انت تتامل، ان انت تسرح بخيالك، ان انت تفكر بشكل في مكان انت بتحبه. ده احد الاجازات اللي احنا بنسميها اجازه لمده دقيقه واحده، انك تسافر بعقلك في خلال الدقيقه ديت او الخمس دقائق او العشر دقائق، او انت نفسك تروح للمكان دوت وتقعد فيه وقت معين. بس انا هنا بتكلم لو مفيش وقت خالص، انت مثلا تقعد على البحر او على النهر وتفضل المكان اللي انت بتحب تقعد فيه. جميل، او انك تمارس سافر لمكان بخيالك مظبوط جدا يا عقل، وده الصح، ان انت تسافر بخيالك لمده دقيقه دقيقتين خمس دقائق 10 دقائق لمكان انت بتحبه وتستجم فيه وتشعر بالسعاده فيه. هو هذا هو المقصود. مارس وسائل الهرب البسيطة، ودي هنتكلم عليها كمان شوية، ازاي نهرب بس نهرب بذكاء. ان انت تختار برامج التلفزيون بعناية، ودي حتة خطيرة جدا، ان انت تفتح التلفزيون تلاقي برنامج ينكد عليك، يحسسك ان الدنيا سيئة. ده قديم قوي يا عفاف الكلام ده، الواحد يدور في المدرسه ويهرب من المدرسه، ده جو قديم جدا. تمام، يعني هو هروب بسيط مش مفهوش الخطوره بتاعت الهروب من المدرسه دي. طيب ازاي نختار برامج التلفزيون بعدين؟ ابعد عن البرامج اللي تنكد عليك، البرامج اللي تحسسك ان الدنيا سوداء والناس يعني طريقك مسدود مسدود مسدود، ومهما حاولت هتفشل، ومهما وان مفيش امل ومفيش حياه. تمام، جميل، دي برضه فكره حلوه يا محمد، ان انت تتفرج الرجوع للماضي والطفوله، انك تتفرج على برامج كرتون، وده برضه فكره كويسه يا محمد. تنام، ما بحبش النوم يا عاطف، يعني بحس ان النوم وسيله هروب بس بتبقى بتاثر سلبا ما بتاثرش ايجابا. احنا عايزين نستفيد من الوقت مش ان احنا نضيع الوقت. جميل؟ نذهب لشيء يمدينا بطاقة إيجابية ويقتل فينا الطاقة السلبية، مظبوط جدا يا عقل. إنك تختار برامج التلفزيون ده شيء مهم جدا، إنك تعمل صداقات جديدة. طول ما أنت بتعرف ناس، طول ما أنت بتعمل عملية إشباع لحياتك الاجتماعية، إن أنت يبقى عندك علاقات، كل ما بتعرف ناس كل ما ده بيحسن من مودك، بيخليك مبسوط، بيخليك سعيد، على عكس إن أنت تكون عايش لوحدك، عايش منعزل عن الناس، وبالتالي بتبقى عندك حالة من الملل.
في حياته. فاحنا مش عايزين نشعر بهذا الملل، مش عايزين نشعر بهذا الملل. مروان عنده صوت بيقطع، طب الصوت كده واضح يا مروان؟ لازم نكسر حاجز الملل، مظبوط كده. ايوه، نقرب لحاجه تبقى فيها راحه نفسيه دي. جميل. طيب يبقى انت لازم تكون صداقات جديده تكافئ نفسك. ياما بنعمل حاجات كويسه، ليه انا لما اعمل حاجه كويسه ما اعملش مكافاه ليا؟ يعني انا بشوف انا بحب ايه واجيبه لنفسي. لو انا بحب الشوكولاته اجيب شوكولاته ليا. لو انا بحب اكله معينه اكلها. تمام؟ مش قصدي كده يا نوران، انا بتكلم على الصداقات. الصداقه الذي تعني ان انت تتعاملي مع ناس محترمه، ان انت تتعاملي مع ناس تبقى اضافه ليكي، ان انت تتعاملي مع ناس تبقى على خلق، هو ده اللي بتكلم عليه. وليس تضييع الوقت. تمام كده؟ تمام. طيب لماذا نكافئ نفسنا زي ما اتفقنا؟ انا عامل حاجه كويسه اكافئ نفسي عليها. مثلا جبت تقدير كويس يعني اكافئ نفسي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام سلمان. اجيب لنفسي شوكولاته. لما تجيب تقدير، ده فكره برضه ظريفه يا محمد. بعد جهد معين في الشغل والبيت بكافئ نفسي بفنجان شاي او نسكافيه. تمام يا عافية، ده حال المعلمين. تمام، زي الفل يا محمد، ده شيء كويس ان انت لو انت بتكافئ نفسك ده شيء كويس. الله يكرمك يا رب ولا يهمك يا ام سلمان. انا كنت بطلع نفسي رحله لما اجيب تقدير، دي برضه فكره حلوه يا محمد، فده شيء رائع جدا. تمام، وبالتالي ايه ده اللي احنا بنفكر؟ كافئ نفسك عشان تشعر بالسعاده، عشان تشعر ان الدنيا جميله. تمام كده؟ النقطة الإضافة لينا هي إنك تجرب إنك تحصل على تقييم حيوي من جسمك. ازاي يعني تقييم حيوي من جسمي؟ اوكي، عفاف بتقول مجرد التفكير في شيء بيسعدني هو مكافاه، ده شيء رائع طبعا يا عفاف. يا سلام بقى لو انت بقى عملت الحاجه اللي تسعدك فعلا، ده هيبقى سعاده مضاعفه. طيب ازاي احصل على تقييم حيوي من جسمي؟ انا دلوقتي لما اكون حياتي كلها شغل ودراسه وضغط عصبي وانفعال عصبي وانفعالات وضيق وحزن و و و و، هل انت متوقع، هل انت متوقع ان انت جسمك هيبقى سعيد وريلاكسد ومسترخي؟ اكيد لا، صح كده؟ مظبوط. وبالتالي ده اللي احنا مش عايزينه، فهتلاقي ان جسمك بدا يبقى ايه، يتمرد عليك، ما بقاش يستجيب ليك زي الاول. وبالتالي ده بنشوفه بشكل واضح جدا 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 جدا. وبالتالي لو ان جسمك ما بقاش يستجيب اللي انت عايزه، مثلا ما بتقومش بسرعه، حاسس دايما بكسل، حاسس دايما بتعب واجهاد وضعف وانهاك، اعرف ان انت يا اما بتتعب نفسك زياده عن اللزوم، يصاب بالهزل والخمول، مظبوط جدا، وممكن طبعا توصل للاكتئاب، مظبوط جدا يا زينب. ده كمان الاسوأ من ده كله ان انت تشعر ان جسدك بقى في حاله خمول تام. وبالتالي حاول ان انت تساعد جسمك، حاول انت تريح نفسك، حاول انت تجلب السعاده لنفسك ولجسدك، فهتلاقي ان جسدك بيستجيب. الحزن والكآبه شيء يلازم الفرد؟ لا خالص يا محمد. الانسان هو من يبحث عن الحزن والكآبه. مفيش حد يعني الحزن ده مش شخص بيجي لنا، لا احنا اللي بندور عليه واحنا اللي بنسعى اليه. واحنا اللي بنستمتع قوي وهو معانا، او ده عن طريق ان احنا نقعد نفكر في الحاجه اللي مضايقنا. دي ابسط حاجه. بالظبط يا عفاف، لازم ان احنا نخرج بره دايره الروتين اللي بتصيب حاجه. صح كده؟
ممكن استخدم نظرية الملصقات. ايه نظرية الملصقات دي؟ زي ما اتفقنا ان انت تجيب مثلا حكمة عجبتك، مقولة عجبتك، والمقولة دي بتبسطك لما انت بتقراها، حاجة كده تحمسك، حاجة تخليك سعيد، حاجة تخليك مبسوط ومنطلق، وتقراها كل يوم. ده هيعمل لك حالة من السعادة، هتعمل لك حالة تشجيع، مظبوط جدا يا ملاذ. وبالتالي ممكن اطبقها في الحجره، ممكن اكتبها ما قدامي، وتفضل اهم حاجه اشوفها كل يوم، لما اتضايق ابص لها، لما ازعل ابص لها. اعتقد الصوت مش بيقطع يا بوسي، دعم يوجهها معلش يا محمد. تمام؟ اوكي. تمام كده. كل دي اشكال و الوان واراء زي ما بيقولوا كده، عن طريقها انت بتحاول ان انت تقلل ضغط والفراغ. تمام. مروان بيقول هي المقوله الصراحه اللي بتعجبني قوي، اللي هي من جد وجد ومن زرع حصد. ده جميل جدا يا مروان. لو انت شايف ان هذه المقوله بتسعدك، بتخليك في مود جيد، في مود سعيد، فخلاص يبقى تستمر على ده وتقراها بشكل دوري. جميل جدا كده. طب ايه بقى وسائل الهرب البسيطه؟ شو بقى ده الهرب بقى؟ مش نقدر تنط من فوق السور. تمام. مين كان بيتكلم؟ عفاف اللي هي كان بيتكلم عن الواحد ينط من بوابه المدرسه. طيب مش عفاف. طيب كانت زينب. اوكي. طيب ايه بقى وسائل الهرب البسيطه؟ ان انت تاخد حمام دافي. دي طريقه، تاخد حمام كده دافي تطلع كل الاجهاد والتوتر العصبي اللي في عقلك. اها تمام. ده زميل فيديو الشغل بعد ما خلص يا عفاف. لا مش ده اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي. ان انت تاخد حمام دافي دي طريقه. يا سلام بقى لو انت من النوع اللي بيحب يشرب كوبايه العصير في ضوء الشموع، او بيحط بخور ريحته طيبه، فده جو تاني. ان انت تسمع موسيقى هاديه انت بتحبها، وتبقى كانك كده تتمشى في اوضه المعيشه بتاعتك. ان انت تعمل حمام بخار. ان انت تقرا كتاب جيد وانت نايم على السرير. اسمه الجاي مظبوط يا عم. تمام. المهرجانات مش هتخليك هادي يا مروان، دي تخليك بتشعبط. اوكي يا شباب كده الصوت رجع اهو. تمام كده احنا قلنا ال طيب كده رجع الحمد لله. طيب معلش النت بس فيفصل. طيب نكمل. تاخد حمام بخار، تقرا كتاب على الفراش، تقعد قدام لهب منير يعني قدام اضواء الشموع، تستمتع مثلا لشريط مفضل. الله يسلمك يا بوست. تستمتع لشريط مفضل، انك تستخدم سماعات الودان بتاعتك، ان انت مثلا تغسل شعرك كده بنوع مفضل من الشامبو بتاعك، انك تتفرج على الناس، مجرد بس ان تقعد كده تتفرج على الناس سواء مثلا في الشارع او ماشيين في الشارع او كده، دي احد وسائل الهرب البسيطه. ان انت تروح تتفرج كده على الفاترينات بتاعه المحلات، واجهات انك برضك ان التامل في منظر جميل طبيعي برضك فكره حلوه جدا يا عفاف. انك زي ما كده تشوف المحلات، ان انت تقضي سهره كامله محاط بطول الشموع فقط، ان انت تركب الحافله للاستمتاع بس مثلا، بس ده طبعا في لو انت مثلا في مصيف او حاجه، تركب مثلا باص او حاجه كده فاضيه. تمام. اشمعنى يا نوران؟ تمام. طب كويس يا نوران، احنا كده متفقين يا نوران. اوكي.
الحمد لله. طيب انك تحل الكلمات المتقاطعه او الالغاز، ان انت تزور مكتبه لبيع الكتب، انك تعمل زياره لعروض الحرف اليدويه او سوق السلع المستعمله، انك تربي حيوان اليف سواء كلب او قطه، وتقدر انت تحب ايه، انك تكتب. كل دي مصادر من المصادر اللي تبقى تستخدم كوسيله من وسائل الهرم. جميل كده؟ تمام كده يا شباب؟ حاضر يا دوست، هنقولها دلوقتي. تمام؟ بس نعمل اللي احنا بنقول عليه دلوقتي، اللي انت تحاول انك تعمل ده. طبعا ممكن تقضي بعض الوقت انك تاكل الغداء في مكان منعزل، تمام؟ انك تروح نادي الصحي، انك تروح المتحف، انك تعمل تحضر تدريب مرات تدريبيه في بعض الرياضات لو انت بتحب رياضه معينه تعمل لها تدريب، انك تروح محل زهور او محل او تزرع انت نفسك زهور، انك تزين البيت، انك تتعلم او تروح مكتبه، انك تتسوق، انك تقرا. كل دي مصادر تخفف من ضغوط وقت الفراغ. جميل كده؟ ده كده بالنسبة لمين؟ لوقت الفراغ. طيب بالنسبة للعقل بقى، لو أنا بقى عقلي بقى أخضع من أفكار، الأفكار السلبية، من مشاكل، من الضغوط، من 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 من، إزاي بقى إن أنا أقلل الضغوط اللي بقى على عقلي؟ أول حاجة إن أنت تكتشف المعنى والإشباع، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. طرق تانية إن أنت تكون راضي عن نفسك، وده هنتكلم عليها بالتفصيل أكتر. إن أنت تتأمل، تمارس هواية التأمل. سواء بقى إن أنت تقعد في مكان هادي وتتأمل في المناظر الطبيعية، زي اليوجا، مظبوط جدا يا محمد. أو إن أنت تلعب رياضة اليوجا اللي هو تقعد في مكان منعزل ما فيهوش أي أصوات أو أي يعني انتربشنز، بحيث إنك تركز قوي. ده طريقة. انك تحاول انك تلاقي مكان تعتزل فيه عن الناس، تتمرس على الاسترخاء، انك تقفل يعني لو التلفزيون هيجيب لك صداع ووش تقلل انك تتفرج عليه، انك تقرا، تقرا كتير، ده هيقلل من ضغط العقل بشكل كبير جدا، انك تغير من افكارك، تغير من افكارك السلبيه عن نفسك. كل دي طرق بتساعدك في ان انت تخفف ضغط العقل. يعني ايه تكتشف الاشباع بقى؟ انك تبقى عارف انت ايه وجودك في الدنيا؟ ايه لازمتك؟ انت ليه هنا؟ ايه الغرض من وجودك؟ هل انت بتمتلك قوه او طاقه حياه في حياتك؟ تمام؟ فكونك ان انت تعرف سبب وجودك في الحياه، سواء بقى السبب الديني من كتب الدينيه او السبب المعنوي من خلال التفكير او من التامل، وان يكون ليك جزء مهم في المجتمع، تمام؟ او انك تسال اصحابك انت ايه اللي بيميزك او انت مميز في ايه؟ تمام؟ جميل يا مهرجانات مش هتخليك انت ايه قيمتك شعرك؟ انت ايه لازمتك؟ ده هينعكس عليك بشكل كبير جدا جدا جدا. فلازم كل واحد فينا يسال نفسه، انا ايه لازمتي في هذه الدنيا؟ تمام؟ ده اكيد طبعا يا نوران، لازم ابعد عن الاشخاص اللي بتدي طاقه سلبيه، لان دول هياثروا عليا بالسلب، وانا ده مش عايز اي طاقه سلبيه في حياتي. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ابعد عن اي شخصيه تديني طاقه سلبيه. فكونك عرفت انت ايه لازمتك؟ ايه اهدافك؟ ده هيقلل بشكل كبير من الضغوط على العقل، لان هيخلي عندك حاله من التركيز وحاله من التفكير المنظم تجاه نفسك وتجاه حياتك. واضح كده؟ لازم 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 تكون راضي عن نفسك. تمام؟ طيب ايه الخبر السيء؟ ان لو في خطأ فيجب ان تعلم ان انت السبب في هذا الخطأ. خسرت
شغل، خسرت فرصة في حياتك، ارتكبت أخطاء، اعرف إن أي حاجة غلط حصلت فأنت مشارك في هذا الخطأ. لكن الخبر الكويس في الموضوع دوت إن أي حاجة أنت عملتها غلط أنت ممكن فعلا تصلحها وتقدر تغير نفسك عشان تكون اللي انت عايزه. انت مش هتعرف تغير الماضي لكن تقدر تغير المستقبل. تاني، انت لن تستطيع تغيير الماضي لكن تستطيع تغيير المستقبل. فركز في المستقبل، ازاي تبنيه صح، ازاي تطوره بشكل ايجابي في حياتك. حاول انك تحدد بصوره دقيقه واقعيه بالكتابه انت عايز تغير ايه في نفسك. هل انت متردد فانت عايز تتعلم ازاي تتخلص من التردد؟ هل انت ما عندكش مبادره في حياتك تتعلم ازاي تكون مبادر في حياتك؟ كل دي طرق فممكن تحددها بالكتابه ازاي تغيرها. حاول تقرر ازاي تستطيع تستخدم نقاط قوتك الحاليه وازاي تنمي طاقاتك المختلفة. وبص حواليك، نقاط القوة، نقاط القوة كتير حلوة أوي يا زينب، دي حاجة حلوة أوي. تمام؟ ده قصدك على اللي أنت عايزاه، صح كده؟ أهدافك. حلو، لو انا عندي اهداف كتير، هل ان انا اشتغل عليهم كلهم مره واحده؟ لا، ده غلط. اكبر غلط ان انت يكون عندك اهداف كتير في حياتك وتشتغل عليهم كلهم. حاول تنتقي الاهم، تركز عليهم وتحققهم، وبعد كده تفكر في اللي بعد كده. ده هيخليك تنجز اكتر وهيخليك اكثر تفاؤلا وتفاعلا، وهيبقى عندك حماس اكبر لان انت حققت هدفين ثلاثه. فيبقى عندك حماس انك تحقق الرابع والخامس. على عكس تحط 10 اهداف تحقق واحد او اثنين فيجي لك احباط فما تعملش الباقي. مفيش حاجه اسمها قرار اهم يا دوست. ممكن يكون قرارين او ثلاثه او اربعه، كل ده بيختلف على حسب اولويه المرحله اللي انت فيها. انت في انهي مرحله وانهي مرحله فعلا هتفرق معاك هذا القرار. فلازم يكون عندك اعاده ترتيب اولويات. بالظبط كده يا محمد، لو انا عندي 5 اهداف حقق 3 افضل، يكون لي هدف وما حققهوش يبقى خسرت كل حاجه. ما فيش حد يا محمد عنده هدف واحد في حياته. برضك ما تقدرش تقول كده، لا طبعا البيض في سله واحده، ما ينفعش يبقى هدفك هدف واحد. وبرضك ما ينفعش يبقى عندك 20 هدف. وكلهم بتشتغل عليهم. انا ممكن يكون عندي 20 هدف. بس انا في المرحله السنه دي هشتغل على هدفين ثلاثه اربعه بكتير. لكن ما ينفعش ان انا حياتي كلها هدف. بالظبط كده. انا عندي ال10، عندي ال20، عندي ال15 هدف، بس انا بقسمهم على خطط. خطط سنويه، خطط نصف سنويه، خطط ربع سنويه. في النهايه انا عايز احقق كل هذه الاهداف. سواء خطط قصيره المدى مظبوطه محمد او خطط طويله الامد. طيب كمان لازم ابص على اصحابي واسالهم ايه نقاط القوه، يعني اشوف ايه نقاط القوه اللي عند اصحابي فاحاول اكتسب هذه النقاط ايه، واحاول ازاي ان هم تنموا. يعني مثلا واحد صاحبي بيعرف يخطط كويس قوي وبيعرف يحقق اهدافه كويس قوي، اتعلم منه. واحد صاحبي منظم جدا في حياته، احاول اتعلم منه، وهكذا. فدور على النقاط الايجابيه عند اصدقائي واحاول ان انا اتعلمها منهم. يبقى دول مش اصحاب يا محمد، دول يعني اصحاب سوء ماشي، بس انا حابب اعتمد على بدور على الاصدقاء. لو انا نجحت ان انا يكون عندي صديق او اثنين او ثلاثه جيدين ده شيء كويس جدا. تمام؟ لكن مش شطاره، وبرضك هيبقى تقصير منك يا محمد ان يكون كل اصدقائك سلبيين او اصدقاء سوء. نقاط القوة مالها يا زينب؟ إن أنا بحاول إن أنا لو في نقاط قوة عند أصدقائي بحاول إن أنا أكتسبها منهم، أحاول إن أنا أتعلمها منهم، بشوف إيه الحاجة الكويسة اللي هما بيعملوها، وطبعا بقى إيه هي تكون
قصدك عدم وجود اصحاب ده مش صح يا محمد، لازم الانسان يكون زي ما كده هرجع ان يكون في وضع اجتماعي، والاجتماعيه بتطور الانسان، الانسان الاجتماعي اكتر من الانسان الانطوائي. رغم نقاط القوه زي ما قلنا يا زينب ممكن تكون قدره على الاقناع، قدره على التنظيم، قدره على التواصل، واي نقاط قوه ممكن تشوفيها في اصحابك في اصدقائك تحاول انت تتعلميها طالما هي انت تفتقد هذه النقاط، وتحاولي تشوفي هم وصلوها ازاي. طيب وبرضك لو انا عندي نقاط ضعف احاول انا ازاي اتغلب عليها سواء بالنصيحه او بالمساعده. طيب. وعليكم السلام. شو بس السؤال؟ ايمان بتقول الافضل، السلام عليكم السلام يا ايمان، الافضل ان يكون عندي اهداف كتير وهدف واحد محدد وواضح، كل ما كانت الاهداف اكثر وضوحا ودقه وعددا اقل يا ايمان كل ما كان اكثر. طبعا لازم يكون في وجود اصحاب جدا. اقرا 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 اقرا، القراءه شيء مهم وحاول وضروري جدا لاي انسان. انسان بلا قراءه انسان يفتقد شيء مهم جدا في حياته، يفتقد نموه شخصي، يفتقد قدره هالية على التطور والتعلم ان هو يستفيد ويكتسب خبرات. انت ممكن تكون درجة علاقاتك الاجتماعية قليلة او محدودة، لكن بالقراية هتكتسب خبرات كل من كتب ابدا، وبالتالي شيء مهم. انا معيش اشتري كتب، اشترك في مكتبة عامة، في مكتبة في الكلية ممكن ان انا اشترك فيها، احاول ان انا اقرا كتاب كل اسبوع كل شهر كل فترة مناسبة على حسب ظروفي وعلى حسب وقتي. أحاول إن أنا أحدد وقت للقراية علشان أخلي القراية عادة. يعني أنا على مستوى شخصي أحب أقرأ قبل ما أنام. أصبحت عادة بالنسبة لي، ما ينفعش أنام قبل ما أقرأ. فأنت نفس الكلام، دور إزاي تخلي القراءة عادة بالنسبة ليك. طيب أنا لسه في البداية ما أعرفش أقرأ إيه. اخلي اصدقائي اللي بيحبوا القرايه هم يزكوا لي كتب جيده تتفق مع ذوقي، يعني لو انا بحب الروايات يختاروا لي بعض الروايات اللي تتناسب معايا، لو انا بحب كتب التنميه البشريه اخليهم يقولوا لي ايه كتب التنميه البشريه اللي تفيدني وهكذا. ممكن برضك مجلات، لو انا ممكن بحب قرايه المجلات. خلي القرايه احد وسائل الاسترخاء، مش مجرد كده حاجه تعملها وخلاص. القرايه فعلا بتهدي الاعصاب، بتخلي الانسان يعيش في عالم كده مختلف، فحاول ان انت تستفيد من متعه القراءه. تمام كده؟ نحاول على قد ما نقدر نستفيد من متعه القراءه. واضح كده يا شباب؟ جميل. برضك ان انت تسافر، السفر شيء كويس جدا، كويس جدا ان انت تخرج وتغير مكان وتغير وشوش، شيء كويس ان هو يقلل ضغط العقل، انك تتناقش مع الناس شيء مهم جدا هيقلل من ضغوط العقل عليك، انك تلعب يوجا، ان انت تجيد السيطره على نفسك وعلى مشاعرك، ده شيء مهم. انك تكون منظم في حياتك ده شيء مهم، انك تبحث عن طرق جديده في حياتك ده شيء مهم. بص بيقول ممكن اضيف حاجه برضه، حاول تجرب نفسك بعد كل كتاب وقت القراءه تشرب مشروبك الخاص او المفضل، دي فكره برضه حلوه جدا يا دوست، ده يعني فكره رائعه، انت تكافئ نفسك على عاده القراءه وده شيء رائع طبعا. طيب ايه الطرق الجديده؟ ان انت تدور على بعض المصادر الجديده للنمو الفكري. صعب ان انت تاخد كورس، يعني مين فينا ما بيفكرش ان هو ياخد كورس مثلا تطوير ذاتي، كورس في اللي يساعده في شغله، كورس يساعده على المستوى الشخصي او المهني، كلك بتاخد كورسات سواء في الجامعه او محاضرات، او ان انت هنا انت بتحضر كورسات انت رايح عشان تستمتع عشان تتعلم، مش رايح انك محاضر في الكليه او حصه في المدرسه، لا انت هنا تروح عشان انت رايح تستمتع، رايح تتعلم حاجه جديده. كمان انك تدرب هوايه جديده، ان انت تحاول ان انت تبقى انت وصاحب صاحبك
بتشتركوا في نشاط او في تنميه تسوق عام، ده شيء مهم جدا بيخليك في حاله من التطوير ومن الابتكار. جميل كده؟ ايه هي وسائل تخفيف ضغط الجسم؟ ايه هي وسائل تخفيف ضغط الجسم؟ ان انت تزيل الضغوط اللي عليك، ان انت لو انت بتشتغل كتير، بتشتغل عدد ساعات كتير، لازم تقلل هذا الضغط. ان انت تشتغل عمل تطوعي، العمل التطوعي فيه متعه انك بتعمله وانت متحمس ليه وانت حابب انك تعمله. فكره ملاكمه الظل، ان انت تلعب مجهود اللي هي زي السويدي، الاميرات السويدي، او انك تلعب رياضه، تمام؟ ده مفهوم ملاكمه الظل. تهتم باكلك، انك تتغدى وتتعشى وتفطر بشكل جيد، ما يبقاش اكل غير صحي، لازم يكون اكل صحي. انك تشترك في اي جماعه دعم، اي نشاط، سواء رياضي او ثقافي او سياسي وكذا. انك تمارس بعض التمرينات، سواء تمرينات رياضيه او تمرينات عقليه. انك لو بدك انت تقف عن التدخين، ان انت لو بتضرب طبعا ما تتعودش على مكانات بتتعود عليها بشكل كبير جدا، وانك تدور عن مكان هادي بشكل كبير. ابعد عن حاجه انت تدمنها. ادمان الاشياء سواء بقى قهوه، شاي، نسكافيه، سجاير، كل الكلام ده بينعكس سلبا على جسمك. كل ده بنسميهم سموم بتخترق جسمنا. حاول على قد ما تقدر انك تبعد عن هذه السموم. ليه يا مروان؟ في اماكن كتير جدا في مصر هاديه. انت بس دور عليها. بوسه بيقول انا لسه جديد في حب القرايه، واتفقنا انا واصحابي اننا نناقش كتاب كل اسبوع، ممكن تسودني بكتاب ايه ويحببني في الموضوع ده؟ على حسب انتوا بتحبوا ايه يا جوز. لو انتوا مثلا بتحبوا كتب التطوير الذاتي، فانصحكم بكتب ديل كارينجي، كتاب كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر على الناس. ده كتاب رائع جدا وهيفيدك انت واصحابك، وكتاب مش كبير. ضع القلق وابدا الحياه، كتاب رائع جدا ديل كارينجي. كتب ابراهيم الفقي كلها كتب رائعه وعظيمه ممكن تستفيدوا منها. فدي كلها ديل كارينجي مظبوط جدا يا نوران. افضل مكان في العالم هو المسجد، ده اكيد ده جدا. طبعا يعني انا بتكلم برضك ان مع اماكن العباده ممكن كمان ان انا ادور على اي مكان هادي. النيل كله معظمه في اماكن هاديه، ممكن الواحد يريح فيها اعصابه، ممكن الواحد في الاجازات يروح يقضي مكان ظريف، اي مكان يهدي فيه اعصابه، كل ده افيلبل، مفيش مشاكل. ملاكمه الظل يا زينب هي باختصار هي ان انت اكنك عارفه الالعاب زي الكاراتيه، زي بس مش ان انت بتلعبي ضد حد، انت بتطلعي طاقتك انك هتلعبي مثلا سويدي او اللي هو نفس، مش ان انت بتحاربي حد او مش بتعاركي حد. يعني ده بيخليكي تطلعي طاقه الكبت اللي جواكي او الضغط العصبي اللي عليكي. طب لو انا بحب الروايات هستفيد منها ايه؟ هنستفيد كتير منها بقى. الروايات بتطلق طاقه تخيليه حلوه جدا، ان انت بتزود طاقة الإبداع عند الإنسان، بتخلي الإنسان يخرج بره ضغوط الحياة، فليها فايدة. أي حاجة إحنا بنقراها ليها فايدة، ولكن بتختلف درجة الاستفادة من شيء لشيء. طبعًا وأفضل القراءات طبعًا قراءة القرآن، ده شيء مؤكد مليون في المية. تمام كده؟ طيب يبقى مبادئ أساسية لإزالة الضغوط، حاول على قد ما تقدر إن أنت يكون تقنن الانشطه اللي حواليك، ابعد عن الحاجات اللي بتضيع وقتك، اللي بتزيد من الضغوط عليك. حاول انت زي ما كده ان لبدنك عليك حقا، انك تريح جسمك، ما تبقاش كله ضغوط عصبيه وماديه ونفسيه. حاول انت تقلل المصادر اللي بتسيطر عليك او بتزيد من الضغوط عليك. وده اللي احنا يمكن اتكلمنا على القران او قراءه القران، زي اللي هو ده الصحه الروحيه
يا زينب ويا محمد ان انت تقرا القران او تصلي او تقعد في المسجد، كل دي صحه روحيه. ان انت ازاي تقوي الصحه الروحيه اللي داخلك، ده شيء مهم جدا. طبعا اعتني باقدامك التي تؤلمك، يعني ايه؟ ان انت تسكن، ما يبقاش كله شغل شغل، ما يبقاش كله ضغوط كتير جدا. لازم ان انت تريح قدمك من السير، من العمل المتواصل، من الضغط المتواصل. فلازم ان انت تعتني بهذا الجسم. اتعلم ازاي تحرق وانت بتحرق الدهون، يعني وانت بتلعب رياضه وانت بتعمل اي حاجه، حاول انك تتعلم دوت. ممكن تشتري عطور، العطور عموما بتعلي المود بشكل كويس، بتعلي النواحي المعنويه بشكل عالي جدا، فده شيء كويس. ان انت تعمل تدريبات عقليه، ان انت تلعب رياضات عقليه، سواء بقى السودوكو، سواء الكلمات المتقاطعه، اي تدريب عقلي يشغل عقلك بشكل ايجابي، ده بيقلل اكس وور. تمام يا مروان، دي فكره ظريفه. وهكذا اعمل اي حاجه تخلي عقلك يشتغل بشكل كبير جدا، وبالتالي ده هينعكس بشكل ايجابي. تحتضن شجره، يعني الشجره مش تاخد الشجره في الحضن، ولكن ان انت تزرع شجره، ان انت تزرع نباتات، ان انت وهكذا، دي كلها طرق من طرق وسائل التخفيف. ان انت تسترخي، تسترخي، ان انت تنام بشكل كويس. وقلنا ان عدد ساعات النوم المثاليه هي من 6 ساعات ل 8 ساعات في اليوم، وان انت تمنح نفسك التقدير الذي تستحقه. ان انت لما تعمل حاجه كويسه تكافئ نفسك، ما يبقاش دايما في صراع، وان انت دايما بتقلل من قيمه نفسك ومن قيمه نجاحك. تحاول على قد ما تقدر حضرتك الحركات الحلقيه المتكرره، يعني لو انت مثلا دايما بتخبط برجليك على الارض، تبطل الحركه السودا دي، لان دي بتوتر اكتر. لو انت مثلا بتاكل في ضوافر، تبطل الحركه دي. لو انت بتطقطق بصوابعك، تبطل الحركه دي. دايما الحركات دي بتزيد التوتر، بتزيد العصبيه. فاي حركه، عاده حركيه متكرره، رجاء ان انت تبطلها، رجاء ان انت ما تفضلش شغال. تمام. ان كونك ان انت تركز معاه يا مروان، ده هيقلل بشكل كبير. يعني طول ما انت بتركز ان انت بتعمل الحركه دي كل شويه، وتقول لا انا مش هعملها، لا مش هتعملها، هتفضل مركز بشكل كبير. طب يا محمد، تقدر طبعا تصلي، ربنا يتقبل منك باذن الله. كده احنا في القاهره، المغرب والعشاء اوريدي ادانهم بقالهم ساعه، ربنا يتقبل باذن الله يا محمد. اوكي، ان انت تعزز ذاتك، ده شيء مهم جدا. انك تختار السعاده، تختار السعاده في حياتك، ما تبقاش دايما حياتك ما بتدورش زي ما بيقولوا كده على النكد بالنقاط، لا، دور ايه الحاجه اللي تسعدك، دور الحاجه اللي تخليك مبسوط وسعيد. لازم يكون عندك الثقه بانك تستطيع، انك عندك القدره انك تعمل ده. ما تقولش نفسك انت ما تعرفش، ما تقولش نفسك ان انت هتفشل في الوصول لاهدافك. خلي عندك ثقه بالله وثقه في قدراتك، ان انت قادر على الوصول لاهدافك، وقادر على الوصول على الاشياء التي تريد. تمام. وتصرف وكانك في السن الذي تريده. يعني لو انت عايز بقى تعجز بدري، تعامل اكنك راجل في ال70 ومش قادر تلعب رياضه، ومش قادر تمارس نشاط، ومش قادر تبقى عليك هوايات، ده كده خلاص انت كده بتحفر ابيض بايديك. لكن انت عايز تعيش شباب طول حياتك، تتعلم، تطور، ادرس، مارس رياضه، مارس هوايات، هو ده شيء مهم جدا. عزز الثقه يا زينب بمنتهى البساطه. عزز ثقتي بنفسي عن طريق ان انا ابقى واثق من قدراتي، واثق من امكانياتي، واثق ان ربنا اداني قدرات فريده من نوعي، وبالتالي لا، ده هيعزز من ثقتي بنفسي بشكل كبير. يعني بص، بيقول انا عندي كذا من نوع غريب جدا، انا كمسلم مؤمن بان القران هو مجمع العلوم كلها، فايه ده مخليني مش عايز اقرا كتاب؟
اني غير ملم بالقران تنصحني بايه؟ فده بغليني مش يعني عشان انت بتعتقد ان القران هو مجمع كل الكتب، ده اكيد طبعا، ولكن يعني دايما ربنا او انت عليه الصلاه والسلام، الرسول عليه الصلاه والسلام قال انتم ادرى بشؤون دنياكم، يعني كل ما هو يتخلص بالدنيا وكل ما هو مثلا ليه علاقه بالطب وبالصيدله وبالهندسه، دي كلها امور دنيويه، هتلاقي ان في كتب متخصصه فيها، دي اللي انت بترجع لها، لكن كل ما هو يتعلق بامور الدين فالقران هو المرجع الاساسي لها ولا خلاف على ده. فده التنوع يا محمد او يا جوست، انا اسف انا ما اعرفش اسمك لحد دلوقتي ايه، بس حاول انت يكون عندك تنوع في حياتك، تنوع ديني ودنيوي، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت ابدا، هو ده التوازن اللي ربنا اداهولنا في الاسلام. تمام؟ جميل، ربنا يكرمك يا زينب. ازاي بقى اتخلص من الضغوط؟ ازاي اتخلص من الضغوط؟ عشان اتخلص من الضغوط عندي خمس نقاط اساسيه، هم دول اللي يخلوني اتخلص من كل الضغوط اللي انا بعاني منها. اول حاجه الاسترخاء. ازاي اجيب فن الاسترخاء؟ ده هنتكلم عليه دلوقتي بالتفصيل. عادات الاكل، ازاي احسن من عادات الاكل اللي عندي؟ ثالث حاجه ان يكون عندي نشاط بدني، الرياضه، وازاي ان انا استغلها. اداره الوقت، ازاي انا ادير بطريقه سليمه. واخر حاجه ازاي اتجنب الانهاك، ازاي اتجنب ان انا انهك نفسي واتعب نفسي وازيد الضغوط على ذاتي. هناخد نقطه نقطه ونتكلم عليها بالتفصيل. عاطف عنده تساؤل؟ انا مالي زوجي ده عاطف. تمام يا مالي، منوره. مشكلتي اني اكون مضغوطه نفسيا، ببقى مش عايز اعمل اي حاجه على الرغم من اني عارفه ان ده غلط. وده طبعا انت يعني انت اقررتي يا مي ان ده غلط. تمام، وهنقول بقى ازاي نتخلص من الضغوط دي يا مي. تمام كده، ازاي نتخلص من الضغوط النفسيه دي؟ وده الخطوات اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. احنا اتكلمنا في الاول ازاي اقلل من الضغوط، دلوقتي احنا هنتكلم ازاي اتخلص من الضغوط. جميل كده، فركزي معايا، النقطة الجاية دي مهمة جدا 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 يا مي. تمام. تمام، انا هيبقى عندي ناس، عندنا ثقه زي ما حضرتك قلت، ده برضك من العوامل المهمه جدا يا مروان. ان شاء الله تبقى مشكله مؤقته، وهنقول دلوقتي يا زينب ازاي نعالج هذه المشكله. اول نقطه احنا اتكلمنا في التخلص من الضغط. الاول الصوت كده تمام، صوت كويس يا شباب. ازاي الاول اتعلم الاسترخاء؟ الاول لازم الاول اطمن، هو انا بتنفس صح ولا غلط؟ هل انا بتنفس صح ولا غلط؟ كل واحد كده فينا يروح كده على الكرسي بتاعه، اوكي، يحط ايد على صدره وايد على بطنه. كل واحد كده دلوقتي يحط ايد، يعني يريح كده، تمام، يفرد ظهره
ويحط ايد على صدره وايد على بطنه، وياخد نفس ويشوف نفسه ويحط ويشوف انهي ايد بتعلى اكتر وهو بيتنفس عادي، هل الايد اللي على الصدر ولا الايد اللي على البطن. ركز كده مع نفسنا، كل واحد فينا دلوقتي يحط ايد على صدره وايد على بطنه ويشوف انهي ايد من الاثنين بتعلى اكتر، هل الايد اللي على البطن ولا الايد اللي على الصدر. ها شفتوها ولا لسه؟ عملتوها ولا لسه؟ ملاذ اللي على البطن، زينب اللي على البطن، تمام؟ مي على البطن، تمام؟ المعدة ماشي، هي البطن يعني، تمام؟ اوكي يا مي، والله جاي كويس، حد طلع على الصدر طيب؟ عند شريط اخوي قاعد على الصدر مرتفع، اما عند الزفير تكون اليد على بطن اعلى. لا انا عايز اللي على الشهيق، اللي في الشهيق اني الاعلى. تمام، مي الصدر اعلى وايمان الصدر، محمد الصدر، ملاذ الصدر، انت عكست تماما. ما شاء الله، ده انتوا قلبتوا ميه من غير انداب. طيب يبقى كام واحد تالت دلوقتي كده؟ مين الصدر ومين البطن عشان ننجز؟ الشهيق، انا بتكلم في الشهيق، ماليش دعوه بالصدافير دلوقتي. مين اللي اعلى، البطن ولا الصدر في الشهيق؟ اهو سؤالي واضح. اسد، ما شاء الله، كله الصدر، حد البطن طيب؟ في الشهيق كله الصدر، جميل جدا، رائع. ها حد تاني في الشهيق الصدر؟ مي ونيران، جميل جدا. طب زي ما جابوا قبل كده، طيب البطن عاطف، عاطف ومي انتوا الاثنين مع بعض صح كده؟ عشان ابقى فاهم. طيب كويس والله، ده حاجه كويسه جدا، منورين انتوا الاثنين. طيب طب يعني عاطف البطن ومي الصدر صح كده؟ عشان بس زي الفل، مي تمام، ومعاكم معاذ، ربنا يخليه لكم يا رب. ربنا يخليه لكم يا رب. ما شاء الله، ربنا يكرمكم يا رب. طيب حلو جدا. طيب لو انت بتتنفس في الصدر، طب الحمد لله انت في بطن شكرا. لو انت بتتنفس من صدرك فالحمد لله، اعرف حضرتك ان انت بتتنفس غلط. ده رقم واحد، كل اللي بيتنفس من صدره ده تنفس غلط، تمام؟ ايوه يا ملاذ، ده معناه ان احنا بنتنفس تنفس سطحي، ده معناه ان احنا بنتنفس تنفس ايه؟ سطحي. لازم النفس بتاعنا يبقى نفس عميق بطيء منتظم. هذا النفس البطيء العميق المنتظم بيوصل لمنطقة البطن. طب ده هيفيدني في ايه؟ قال لك ما هو لو انا بتنفس تنفس عميق ده هيغذي الدم اللي في جسمي بالاكسجين، وبالتالي هيعمل نشاط للخلايا وهيحسن من اداء الاعضاء في جسمي، وهيحسن من المخ، وبالتالي هيحسن من حالة الجهاز التنفسي والجهاز العصبي. حتى مع الحركة يا زين، دي معلومة طبية. الله يخليك يا رب يا نور. عشان كده احنا
احنا ممكن ما ناخدش بالنا، ممكن احنا عشان احنا عايشين في جو يعني رتمه سريع وعصبي، فبدأنا ان احنا نتحول من التنفس الباطني اللي هو المفروض هو ده الصح الى التنفس السطحي الصدري، وده تنفس خطأ. وبالتالي نعود بقى نفسنا ان احنا ازاي نتنفس بطريقه سليمه. في الاول ان احنا نتعلم ازاي نتنفس من بطننا، ناخد نفس عميق، نملى الرئه بتاعتنا بالهواء النقي، وبعد كده نطلع كل غير نقي من الفم. تمام؟ فلو انا واضح كده؟ لو انا تعرضت لموقف ضايقني او حاجه اثارت الضغوط بالنسبه لي، في تمرين مدته من 35 ل 40 سنه. تمام؟ تحاول ان انت تقف او تقعد يعني حسب وضعك الجسدي ايه، وتحاول تبعد ذهنك بقدر الامكان عن الموقف اللي ضايقك. تمام، هرد على سؤالك يا نورا، خلاص النقطه دي واقول لك السؤال ده مظبوط ولا غلط. الاول لو انا زي كده بنسترخي، لو انا في وضع مثير للضغوط ببتدي اقف او اقعد بقدر الامكان، واحاول ان انا ابعد ذهني عن الحاجه اللي مضايقاني، واحاول اخد نفس عميق واعد لحد ثلاثه، بعد كده احتفظ بالنفس لمده 3 ثواني، وبعد كده اطلع الزفير ببطء على 3 عدات، واكمل الموضوع ده 3 مرات، وبعد كده ارجع تاني لعملي من غير اي مشكله. ده احد الطرق لو انا اتعرضت لضغط عصبي، باخد نفسي 3 ثواني، اكتم النفس على 3 ثواني، بعد كده اطلعه على 3 ثواني، واكرر الموضوع ده 3 مرات ورا بعض. بالنسبه لموضوع نوران، نوران بتقول طيب انا دلوقتي لاحظت ان التنفس الاسترخائي على ظهره يعني ما لاحظت ان التنفس الاسترخائي صحيح، والشخص المسترخي على ظهره يعني ما ينفعش اتنفس كده وانا في وضع طبيعي. لا يا نوران، الطبيعي والانسان الطبيعي لازم يتنفس بهذا الوضعيه، بتظهر اكتر وانا مستقر، يعني يظهر النفس التنفس الباطني وانا مستقر، لكن الطبيعي فعلا لو انا بتنفس بشكل مظبوط وسليم هذا النفس بيدخل لحد الطريقه دي. مروان بيقول طب لو في حاجه مهمه انا اخد نفس بالانف بالانف، يفضل الانف يا مروان. ملاذ حصل جربت الطريقه دي يا دكتور؟ حصل يا ملاذ، بجربها كتير جدا. مش لازم نعد مجرد، بس انا بحرك صوابعي يا زينب، ده بالنسبه لي هو العداد بتاعي، لان هيبقى صعب ان انا وانا بتنفس ان انا اعد، فبعد بصوابعي، باخد النفس على 3 عدات، وبقوم في 3 عدات، وبطلعهم في 3 عدات، واستنى، وبعد كده اعمل نفس العمليه 3 مرات. تمام كده؟ علشان تسترخي لازم تقع على مكان هادي تمارس فيه الاسترخاء، لازم يكون وضع جسمك مريح. ممكن طبعا ان انا استرخي وانا مستلقي، مفيش اي مشكله، طالما وضع مريح لجسمي. اهم حاجه يكون وضعيه الاسترخاء مريحه، يا اما ان انا مستلقي، يا اما انا نامي دايم، يا اما انا قاعد، يا اما انا واقف، اهم حاجه يكون وضعيه مريحه. وطبعا واقف دي صعبه قوي. احاول ان انا اقرر في بالي كلمه تساعدني على التركيز، زي ان انا مسترخي، ان انا الدنيا كويسه، ان انا هادي، مفيش اي مشاكل، وهكذا. حاول ان موقف سلبي ما تفكرش فيه، وبالتالي هتلاقي ان فعلا التوتر بدا يخرج من جسمك، طالما انت بدات تتنفس بشكل سليم وبشكل مظبوط، بدات تركز في نقاط ثانيه غير الحاجات اللي كانت بتصير في عقلك التوتر. تمام؟ في
في اساليب كتيره في الاسترخاء، يمكن يعني انا هحاول اديكم امثله سريعه جدا في موضوع الاسترخاء. احنا قلنا تمرين سريع، لو انا مثلا اتعرضت لضغوط عصبيه ان انا اخد نفسي بشكل كويس 3 3 3 3. في طريقه ثانيه اللي بنسميه استرخاء عميق شويه، وده ان انت بتاخد النفس على 4 عدات تكتمه على 2 وتطلعه على 8 عدات. ده طريقه ثانيه، 4 2 8. 4 تاخد النفس من انفك على 4 عدات، تحبسه على 2 وتطلعه من فمك على 8 عدات. ودايما تخلي، يعني دايما يقول كده، دايما تخلي ان الزفير ضعف الايه؟ الشهيق. وان كان هي 4 2 8 مظبوط كده يا محمد، طريقه سهله وظريفه وان كانت بتبقى متعبه في الاول، بعد كده تلاقوها سهل. اوكي؟ في تمارين بقى عشان تعمل تمام يا نوران. طيب ممكن يا نوران تقولي للناس ايه اللي هي البيتا والالفا عشان الناس تبقى ملمه بيها بشكل كامل؟ هي مراحل البيتا ومراحل الالفا، هي مراحل النوم. ايه بقى البيتا وايه الالفا في مراحل النوم؟ لا هو انا خدتها بشكل تاني، فعشان كده يعني احنا عندنا في الطب بنقول حاجه اسمها ريم سليبنج، يعني اللي هو النوم العميق، دي بنسموها ريم سليبنج. دي اعلى مراحل النوم، اعتقد دي اللي بتماثل اللي هي ريم سليبنج اللي هي رابيد اي موفمنت، دي اعتقد ان هي بتماثل البيتا اللي هو النوم العميق، مش عارف كده صح ولا غلط يا نوران. الالفا دي البدايه اعتقد. وعليكم السلام يا سامية، نوراني. خلاص انا ممكن ان احاول نرجع للموضوع ده، بس هو يعني ايا كانت الطريقه الفا ام بيتا، يعني طبيا بنقول حاجه اسمها ديب سليبنج اللي هو ريم سليبنج، ده اللي هو ده النوم العميق اللي فيه استرخاء، بس طبعا بياخد وقت اطول شويه، وده مش موضوعنا دلوقتي، بس انا بتكلم ان احنا بنحاول ان احنا نوصل لمرحله من الاسترخاء. نحط مكان، لو انا عايز اعمل استرخاء العضلات بحاول اختار مكان او وضع مريح، احاول اغمض عينيا وافكر في مكان يمثل المكان المثالي للاسترخاء العقلي او الجسدي بالنسبه لي، سواء بقى شاطئ بحر، جبال، حديقة، أو أي مكان أنا ممكن تتخيله، وتخيل أنا موجود فعلا في المكان دوت، ومتخيل كل الألوان، وسامع كل الأصوات، وشامم كل الروائح الذكية، وأحاول أنا أستشعر الراحة والهدوء، وأتخيل إن جسمي كله وعقلي بيتجددوا وبينتعشوا في هذا المكان. وبعد من 5 ل10 دقايق أفتح عيني ببطء، ألاقي نفسي إن أنا كني عادي ومفيش اي مشكله. التمرين ده بنسميه الاسترخاء العقلي، ده بياخد من 5 ل10 دقائق. ده استرخاء جيد جدا بالذات بالنسبه لعقلي. تمام؟ في طريق تاني اللي هو بتاع مجموعه العضلات، ده بياخد 20 دقيقه، بقول لك تدور على مكان او وضع مريح وتقول ان انت هتسترخي الان. وتبتدي تركز في كل جسم في جسمك، يعني تركز على رجليك، وبعد كده تشد اعصابك، وبعد كده ترخيها، تشد يعني كل جزء من جسمك، تبتدي تعمل عمليه الشد، تمام؟ وبعد كده تعمل عمليه الارخاء، كل ده اكنك بتطلع الطاقه العصبيه في جسمك، تثني رجليك وبعد كده تفردها، تثني دراعك وبعد كده تفرده، وهكذا. دي طريقه برضك من طرق فك التوتر العضلي في جسمنا. يعني هو بعيد شويه عن التنويم، لان التنويم بيبقى درجه اعلى شويه يا نوران، لان التنويم بيحتاج وضعيه معينه وتركيز معين وادوات معينه بيساعد على التنويم بالاحياء. احنا هنا بنتكلم على الاسترخاء نفسه.
تمام. ممكن تعمل تمارين 3 دقائق، ان انت تاخد نفسين من بطنك وتعمل عمليه الزفير ببطء، واثناء الشهيق انك تقول ان انت هتوصل لمرحله استرخاء شديد. شوف ايه المكان اللي تعبك، فلو انت مثلا جسمك مشدود، عضلاتك مشدوده، حاول انك تركز في مناطق التوتر او التعب، تحاول ان انت تزيل التوتر اللي انت حاسس بيه، وزي ما قلت انك تبسط، تعمل انقباض للعضله ديت وتعمل لها ريلاكسيشن، وتبتدي بقى تركز لمده 15 دقيقه انك تدفي ايديك، وتتخيل ان موجات من الاسترخاء بتمشي في جسمك كلها، وتحاول انك تفتكر بقى صوره او ذكرى او شيء مبهج في حياتك، وتخليه في عقلك كده لمده ثواني، وياخد نفس عميق وترجع تاني ليومك الطبيعي. يعني كل دي طرق. طبعا في ناس بتميل انها تسمع موسيقى للاسترخاء، وفي سيديهات بتبيع موسيقى للاسترخاء، وتقدر انت ممكن تشتري موسيقى للاسترخاء، او انت لو في موسيقى هاديه انت بتحب تسمعها تدخلك في جو الاسترخاء، ده هيبقى شيء كويس. تمام كده؟ ده كده بالنسبه للاسترخاء. الاكل شيء مهم جدا. من اخطر الاشياء اللي احنا بنقع فيه ان احنا بناكل غلط. وبالتالي كونك بتاكل غلط ده بيزود من الضغوط عليك. السكر، زياده السكر في اكلنا بيزيد الضغوط. الملح زيادته في اكلنا بتزود الضغوط. تمام؟ وبالتالي حاول ان يكون في تنوع، حاول ان يكون في توازن، حاول ان يكون في اعتدال في اكلك. ما تاكلش الحاجة بزيادة، ما تاكلش الدهون بزيادة، ما تاكلش سكريات بزيادة، ما تاكلش حوادق بزيادة، كل حاجة ليها ضرر. وبالتالي حاول إن أنت يكون في تنوع في الأكل، ولازم يكون في توازن، ولازم يكون في اعتدال في الأكل ده. تمام؟ طبعا دي أمثلة لبعض الوسائل التغذية، يعني مش مهمة قوي، ولكن هنقولها بشكل سريع. تحاول انك تقلل كمية الدهون والزيوت والسكريات في وجباتك، تاكل من 2 لـ4 مقدار في اليوم فاكهة، يعني اللي هو 100 جرام تقريبا. بالظبط، ان ناكل عشان نعيش، مش عشان نعيش عشان ناكل، مظبوط جدا يا راجل. تمام. اللبن او الزبادي من 2 لـ3 مرات في اليوم. الخضار من 3 لـ5 مرات في اليوم. لو هتاكل لحمه او سمك او بقوليات او بيض او مكسرات، واحد منهم من 2 لـ3 مرات في اليوم بس، اللي هم 100 جرام، يعني 300 جرام منهم. لو خبز او حبوب او رز او مكرونه، من 6 لـ11 مقدار في اليوم. قواعد عامة في الأكل. أكيد يا نوران، هو متعة، متعة الحياة، بس لو إحنا عملنا توازن فيه تمام هيبقى مثالي. أوكي، هنظبط الصورة. يعني يعمل إيه مثلا؟ يعني الدهون مثلا، إن إحنا نقلل الدهون، أزود المية، أزود النشاط البدني بتاعي، أقلل الملح، أقلل السكر، أزود الحبوب اللي هو الفاصوليا والبسلة وكل الحبوب أزودها. الفواكه، آكل فواكه كتير. الخضار، السلطة وأي حاجة خضراء أزودها. التدخين أمتنع عنه. الكحوليات أمتنع عنها. الوزن لازم أنقصه، ميكونش زايد. الكافيين لازم أنقصه، سواء قهوة أو شاي أو نسكافيه. الوجبات الخفيفة الصحية أزود منها، وهكذا. ثالث نقطة، بكده احنا اتكلمنا عن الاسترخاء، بعد كده اتكلمنا عن الأكل. النقطة الثالثة هو النشاط البدني، اللي هو الرياضة. جسمك زي العربية بالظبط، العربية عشان تدورها
لازم العربيه لازم تدورها كل فتره على مدار الزمن. ما ينفعش ان انت تقول ان انت مش هتركب العربيه لمده شهر مثلا او اسبوعين، لما تيجي تركبها بعد اسبوعين او 3 اسابيع هتلاقي على العربيه هتدور معاك، لا لان البطاريه نامت. صح، نفس الكلام جسمك، جسمك محتاج ان انت تشغله فترات زمنيه معينه. كل ما انت عندك لياقه بدنيه جيده كل ده ما هيبقى هيديلك طاقه افضل، هيديلك صحه بدنيه افضل، وهيحسن الحاله المزاجيه الايجابيه في حياتك، وهيحسن من قدراتك الذهنيه. ليه؟ لان الرياضه بتزود افراز الاندورفين، الاندورفين ده احد الهرمونات السعاده اللي في جسمنا. كل ما انت لعبت رياضه وكل ما انت مارست رياضه اكتر كل ما زود احساسك بالسعاده. كمان ان اللياقه البدنيه العاليه بتقلل احتمالات حدوث الامراض المزمنه، زي مين؟ زي الضغط المرتفع، زي زياده الوزن، زي الشعور بالملل، زي الاكتئاب، زي الهرم في سن مبكر، انت تكبر قبل سنك، ان زي نقص المرونه، زي ضعف العضلات، زي التوتر الذهني، كل دي اسباب بتقول انها بتتخلص من دول. اوكي؟ طيب، فبالتالي اشهر الرياضات ان انت تلعب عجل، تركب عجل، ان انت تمشي، ان انت تجري، ان انت سباحه، كل دي رياضات جيده جدا على الجهاز الدوري او الجهاز التنفسي. عاطف، اوكي، فعلا الواحد لما يداوم على الرياضه بيحس بسعاده وانه بيعمل انجاز، ده اكيد طبعا يا عاطف. المشي طبعا، لو انت ما بتعرفش تلعب رياضه اتمشى، اتمشى 10 دقائق كل يومين لمده اسبوعين، بعد كده امشي 15 دقيقه كل يومين لمده الاسبوع الثالث، بعد كده امشي 20 دقيقه وهكذا، لحد ما يبقى عندك المشي ده عاده رياضيه بالنسبه لك. يعني انت ممكن تتامل وانت بتمشي، وبالتالي ده هيدي فرصه انك تريح معدل ضربات قلبك ويخفض من ضغط الدم. وبعد كل تمرين وبعد كل رياضه اشرب بقى عصير من الفاكهه اللي انت بتحبه، وخد حمام دافي، هتلاقي نفسك ان انت بقيت عندك طاقه ايجابيه اكبر، وتقديرك بذاتك زاد، ونقص التوتر هيزيد الطاقه بتاعتك بشكل كبير جدا. لا تركز يا بابا وانت بتمشي. لا تتامل وترجع، لان انت طالما الواحد وهو بيمشي مش تتامل تبص في السقف، يعني نحدد يا جدعان مش بقى كلمه تامل ان انت باصص في السقف وعمال تتامل، لا تتامل ان انت بتتفرج على المناظر الطبيعيه يمينك وشمالك وقدامك، بتبص مثلا على منظر الشروق، على منظر الغروب، ده تامل ومش ان انت بتبص على السقف. اوكي؟ بس عشان بس ما نخلطش الامور. طيب، حاول على قد ما تقدر ان انت تخلي الرياضه جزء من يومك، انك تكتشف النشاط اللي بتؤديه بطريقه افضل. يعني زي ما قلت كده، خلي الرياضه او التدريب جزء لا يتجزا من حياتك، وحاول تزيد بالتدريج، يعني ما تبقاش مره واحده، خده بالتدريج. كل ما انت خدته ببطء والتدريج هيبقى عاده جواك. تمام؟ على عكس انت تبتدي بشكل عنيف جدا، فبالتالي هتتعب وبالتالي مش هتقدر تقف. وخلي تدريبات اللياقه البدنيه بتاعتك ممتعه، يعني مش تنافس، مش داخل ان انت مسابقه، لا خليها كده للمتعه وللاستمتاع وليس للتنافس. كل ما كانت للمتعه والاستمتاع كل ما كانت نتائجها افضل بالنسبه لك. وبالتالي خلي اهداف خاصه باللياقه البدنيه يوميا او اسبوعين او شهرين. تمام، ملاك تقول لك يا وقت مع الدراسه يبقى ما فيش وقت، ان ده كله، ما احنا مش عايزين كل ده، ابسط حاجه يا ملاك، صعب ان احنا نتمشى نص ساعه في اليوم؟ هل صعب؟ ده اللي انا بتكلم فيه، يعني ان انا ابسط الامور المشي، مش لازم تبقى رياضه، حتى المشي صعب. اتمشي في الاوضه يا مامي يا ملاذ. اوكي.
دلوقتي يبقى كده اتكلمنا عن أول نقطة اتكلمنا فيها كانت في الاسترخاء، ثاني نقطة اتكلمنا فيها كانت الأكل، ثالث نقطة هي كانت النشاط البدني، النقطة الرابعة هي إدارة الوقت. يمكن إحنا اتكلمنا في إدارة الوقت، عملنا كورسات في إدارة الوقت، بس عايزين نقول إن الوقت يا إما يكون في صالحك يا إما يكون ضدك، لو ضدك هو الوقت. يعني ضدك هيبقى كارثة طبعا، الوقت ضدك. لازم تبقى عارف وقتك بيروح فين وازاي بتستخدم هذا الوقت. كونك بتعرف تتحكم في وقتك عن طريق ان انت بتخطط بشكل يومي، ان انت محدد اولوياتك، انت عندك قائمه مقترحه باشياء بتوفر الوقت بالنسبه لك، كل ده هيفيدك بشكل عام. تمام، بقى لازم يا ايه بنبقى عارف هو رايح فين وجاي منين، تبقى مصيبه لو انت مش عارف. تمام كده؟ السيف ان لم تقطعه قطع، مظبوط جدا يا مروه. تعمل ايه عشان تدير وقت؟ تبقى انت عندك كده جدول مواعيد جنب التليفون، وعارف ان انت هتدير وقتك ازاي. في دلوقتي في كل دي كارثه يا مروه، لازم ممكن انت تستخدم الكالندر اللي موجوده في الموبايل، تحط فيها مواعيدك المهمه، ممكن تستخدم بعض طرق ان انت تظبط وقتك وتنظم وقتك. هي الموضوع بس محتاج تعود ازاي تستخدم ادواتك بشكل ايجابي بشكل جيد، تبقى منظم حياتك، حاطط الاوراق في وضع في ملفات معينه في صناديق معينه. بعد ما انت بتحط جدول وبتوصف تنفيذه، ده يبقى احنا عندنا مشكله اساسا. تمام يا محمد. بعد ما احنا جربنا، احنا اكيد حطينا جدول غلط، او ان احنا ما عندناش اليات للتنفيذ. ما انا ممكن احط جدول زي الفل، لكن هذا الجدول مش مناسب لا لامكانياتي ولا لقدراتي ولا للظروف اللي انا فيها. تمام، وبالتالي ده موضوع كبير. انا يعني هتلاقوا في محاضرات انا عاملها لتنظيم الوقت، ممكن ترجعوا لها بالتفصيل. هتلاقوا في ازاي انك تدير وقتك بشكل ايجابي. هنا بنتكلم في الجزء بتاع النهارده ان انت تحاول على قد انك تحط جدول مواعيد مناسب، تحط تنظم وقتك بشكل ايجابي، ان انت تستخدم وقت مخصص للاسره او مواقف الاصدقاء، انك يبقى في وقت للتفكير المشترك، او انك تبتكر قوائم طعام، او ان انت تخطط لاجازه، او ان انت تعمل طريقه جديده عشان تعمل ميزانيه نفقات. الحاجه اللي انت تستخدمها ملهاش اي لازمه في حياتك تشيلها ترميها، ما تخليهاش موجوده، لان تراكم الحاجات بيعمل لك زحمه. طبعا لو سبت بيت وقتها ضيق وبتشتغل، احسن حاجه انها تعمل الاكل مثلا في وقت سابق، وبعد كده تحطه مثلا في الديب فريزر او في الثلاجه. ولو مثلا هو هيعرف مثلا اليوم ده هيبقى وقتها ضيق، فممكن تطلع الاكل من الديب فريزر وتسخنه. في برنامج تو دو ليست مظبوط جدا يا هاجر، ده في الاندرويد. عموما في اي موبايل في كالندر، انت ممكن في الكالندر النتيجه تحط المواعيد المهمه بالنسبه لك. في الاندرويد عندهم تو دو ليست، فانت ممكن تستخدم قائمه المهام اللي انت ممكن تعملها. تحاول ان انت تحط في الخطط بتاعتك ان انت تعمل تدريب لجوده الطاقه اقل مره كل اسبوع. اتعلم انك تقول لا لما تكون مشغول وعندك ارتباطات وعندك مواعيد، ما ينفعش انك ما تقولش لا طالما انت مشغول. لو انت هتعمل حاجه بكره، تحاول تجهز الحاجه من بالليل قبل ما تنام علشان تبقى الحاجه جاهزه، سواء بقى هدوم او ملابس، سوري ملابس او كتب. تحاول ان انت ما تعملش اي حاجه كوسيله انك تهدي جسمك وعقلك. حاول انك تعلم اطفالك واصدقائك ان هم يحترموا الوقت الهادي اللي عندك، وقت الاسترخاء، وقت الراحه. وتحاول انك تطلب من اصدقائك ان هم يساعدوك في الحصول على وظيفه او خدمه لو انت محتاج شغل. حاول طبعا ان انت تاخد تظبط وقتك، وقت للاكل، وقت للنوم بشكل جيد. لو انت رايح مثلا تتسوق، يبقى انت عندك لسته بالحاجات اللي انت هتشتريها من المكان اللي انت رايح تشتري منه، عشان ما تضيعش وقتك في التدوير، وبالتالي ده هيضيع وقت بشكل كبير جدا.
حاول ان انت تبقى عندك كتالوج بتاع المتاجر الكبرى اللي فيها اقسام كبيره اللي هي الهايبر ماركت، وتحاول تقارن ما بين الاسعار وتشتري. ممكن تشتري لو عندك الفرصه انك تشتري عن طريق التليفون طيب افضل، لان انت مش هتضيع وقت انك تروح وتيجي، والفاكتوري هتوفر وقت اكتر. تحاول تقرا تفاصيل الطعام انواعها حسب العبوه بتاعتها، يعني ده هل ده اكل صحي ولا مش صحي، في كل النسب الغذائيه المطلوبه ولا لا، وهكذا. هي معاك اله حاسبه صغيره عشان تقدر تحسب الحساب قبل ما تروح عند الكاشير اللي هو طاوله الحساب، تمام. لو انت في مكان وقت انتظار سواء بقى في عياده في مكتبه في محل وتقدر، ممكن تقرا كتاب. لو انت في المواصلات ممكن تقعد تقرا كتاب هيبقى افضل. ما تشتريش حاجه انت مش محتاجها، ما تشتريش حاجه ممكن تضيع وقتك او تضيع مجهودك او تضيع، تحاول تبعد عنها بشكل كبير. تحاول انك تشتري ملابس بسيطه سهله انك تحافظ عليها، وسهل ان انت تغسلها وسهل ان انت تكويها عشان ما تضيعلكش وقت في الغسيل والمكوى. كل الحاجات دي مهمه جدا. لو انت في شغلك برضك لازم يكون عندك تقويم وتخطيط كبير جدا على الحيطه، تبقى عارف ايه المواعيد المهمه في شغلك امتى، ولو انت مثلا مطلوب منك حاجات في ميعاد معين لازم تكون حاططها عشان ما تنساهاش. لازم يكون عندك مفكره بالمواعيد اللي تسجل فيها المواعيد اللي تمت، تحتفظ بمفكره صغيره تكتب فيها الافكار اللي بتطرق عليك، تخطط وقتك للشهور القادمه، عامل اداره اولويات في المشاريع، تحط لنفسك مواعيد نهائيه لانهاء الواجبات والمهام، وطبعا تحدد بشكل كبير جدا مواعيد المقابلات بتاعه العملاء بتوعك، وانت مثلا في فتره الفطار او الغداء مش بالليل، تمام. لو مثلا في اجتماع ومش لازم كل الناس تحضره، فممكن يبقى في حريه الذهاب والمجيء، ما يبقاش كل الناس قاعده وهي ما بتعملش اي حاجه. حاول لو انت في شغلك افتح الايميل بتاعك في الجزء الثاني من اليوم او بعد الظهر بدل الصبح بدري. ليه؟ لان مثلا لو شفت ايميل ضايقك او زعلك او كعبك ما يبقاش اليوم من اوله متنيل، لا خلي في النص الثاني يكون خلاص انت اندمجت في جو الشغل، وبالتالي مش حاجه هتضايقك. تحاول انك برضك تنظم ملفاتك والاشياء الاخرى قبل ما تغادر المكتب، يعني تنظم مكتبك قبل ما تمشي. وشوف بقى لو انت مثلا في حاجات بتقطعك سواء بقى مكالمات او اجتماعات ملهاش لازمه، تحاول تسجلها عشان انت تقلل منها بشكل كبير جدا، وتحاول ان انت تحط حدود في حضورك الاجتماعي. طالما الاجتماعات ملهاش اي قيمه وملهاش اي لازمه، حاول ان انت تقلل من الاجتماعات اللي بتضيع الوقت. طبعا كل ما كنت عندك القدره ان تخلص شغلك عن طريق التليفون كل ما كان احسن، كل ما انت قدرت تخلص شغلك عن طريق الايميل كل ما كان احسن، بدل ما انت اجتماعات طويله ملهاش اي قيمه. لو انت عندك كذا مهام في العمل، ممكن تفوض مرؤوسيك بحضور الاجتماعات اللي هي الاجتماعات اللي هي ملهاش لازمه. حاول ان انت تحط نهائي في انك تخلص المشاريع المطلوبه منك. تخلي الاعمال المكتبيه السنويه تعملها في جلسه واحده 3 ساعات مره كل شهر، الاعمال الروتينيه اللي ملهاش اي لازمه. تحاول تنظف مكتبك من جميع المشاريع اللي خلصت ما عدا المشروع اللي انت شغال فيه عشان تعرف تركز عليه. ازاي ان انت تتعلم ان انت تقضي فتره من التركيز الشديد في كل ما تفعله؟ بدل ما تتكلم في التليفون ابعت ايميلات احسن، هتوفر وقت وهتوفر مجهود. وحاول ان انت تعمل قائمه بالاشياء اللي انت ممكن تنجزها في 5 دقائق، زي مثلا تعمل تقرير في 5 دقائق، تبعت ايميلات في 5 دقائق، بحيث لو انت عندك وقت 5 دقائق فاضيه ممكن في القايمه اللي هي الاشياء اللي انت ممكن تنجزها في 5 دقائق. لازم طبعا تخصص مكان لكل حاجه في مكتبك. لازم يكون عندك اداره للاولويات، كل صبح هتعمل النهارده ايه اهم حاجات في اليوم دوت، وتبتدي بالحاجه الاهم ثم المهم. وزي تاني ما تحطش مواعيد الاجتماعات ملهاش اي لازمه، وتحاول ان تحضر جدول اعمالك وتلتزم بيه.
حاول انت تشغلك ان انت تركز على شيء واحد وتخلصه، بدل ما انت تشتغل في 50 حاجة وما بتخلصش منهم ولا واحدة. توقف عن انت تفضل تقلب في ورق وانك تبقى خايف انك تتخذ قرار، حاول انت تنظم اوقاتك برضك، ما تضيعش وقت الاخرين، حاول انك تبعد عن اي شخص سلبي في الشغل ممكن يضايقك او ممكن يكئبك او ان هو عمال يقلل من قيمتك، تحاول تتجنبه على قد ما تقدر. خليك دايما على اتصال بالناس المتحمسه اللي بتحفزك عن طريق الانتاج والاستمتاع بالحياه. حاول انك تعرف امتى توصل لقمه الكفاءه وتتوقف عن العمل عندما تشعر بالتعب. يعني مش من الشطاره ان انت تشتغل 12 و13 و14 ساعه في اليوم، لان ده هيأثر عليك سلبا بعد كده، ممكن بعد كده ما تعرفش تشتغل حتى ساعتين في اليوم. حاول ان انت تلتزم بوقت الشغل وتنجز في وقت الشغل بتاعك عشان تقدر تريح جسمك بشكل ايجابي. حاول بالك انك تتكلم فيه في التليفون، تقلل الاحاديث التافهه والاشياء اللي بتضيع الوقت في الشغل، ودايما تحط الاولويات الخاصه بالغد قبل ما تغدى. يعني حط كده قائمه ايه الحاجات اللي انت تعملها تاني يوم. يبقى لو انا مثلا قاعد في مختبر صحي وبمر فترات انتظار طويله، ممكن استغل دوت يا زينب ان انا ممكن اقرا كتاب او ان انا امارس اي نشاط ممكن يفيدني في وقت الانتظار الطويل ده. تمام؟ فممكن استغل الوقت الانتظار ده في قرايه كتاب او ان انا اعمل حاجه مفيده بدل ما انا قاعد ما بعملش اي حاجه. دي فكره. تمام كده؟ لو انا مسافر ان انا يبقى عندي قائمه بالاشياء اللي انا محتاجها قبل ما اسافر، هدوم او ملابس يعني او ادوات او اي حاجه انا محتاجها قبل ما اسافر، ممكن اكتبها في ورقه عشان ما انساش حاجه، احنا بننسى حاجات واحنا مسافرين. لو انا مثلا مش طبعا انا مش سايق، استغل وقت الانتظار ان انا ممكن اقرا واكتب او اشتغل على اللابتوب بتاعي. لو انا في رحله طويله ممكن استغلها في الكتاب ان انا اكتب او ان انا ادرس لغه عن طريق مثلا اجيب سي دي فيها تعليم اللغات، فده هيفيدني ان انا استمع لكتاب مسموع. تمام. يعني لو احنا بنسافر في اضاءه جيده يا زينب، ماشي يعني في الصبح اكيد تبقى الاضاءه جيده، طبعا بالليل لا، ما يفضلش طبعا انت تقري في الظلام يعني. لكن انا ممكن استغل الوقت ده ان انا اسمع حاجه، فده هيبقى شيء ايجابي. اتعلم حاجه لغه مثلا عن طريق سي دي بلاير او كورس تعليمي، هيبقى شيء مفيد جدا. في العلاقات بحاول ان انا اقيم العلاقات بتاعتي، هل العلاقات علاقات ايجابيه ولا علاقات سلبيه. اتعلم ان انت ما تضيعش وقتك مع شخص سلبي، لان ده هينعكس عليك بالسلب، فابعد على قد ما تقدر ان انت تتعامل مع الاشخاص السلبيه. حاول اخر نقطه في التخلص من الضغوط ان تتجنب النهاك، ازاي ان انت تركز على الاشياء الايجابيه في حياتك، تركز على الانجازات، تركز على الاحاديث الايجابيه، انك تشارك في الدعابات، انك تحاول يبقى في دعم ايجابي ويبقى ليه التزام شخصي، انك تحاول انك ترتكب انشطه للاوقات الانتقاليه لازاله الضغوط، انك تجعل مكان عملك مكان شخصي، ممكن تحط صور شخصيه، ممكن تحط صور اماكن طبيعيه، كل ده هيخلي عندك حاله من السعاده والتاقلم مع مكان العمل. ممكن تشارك في مشاريع ليها معنى، او ان انت تتطوع، او ان انت تحاول ان انت تجدد في شغلك، تعمل حاله تنوع في شغلك، تحاول ان انت تقدر قيمه المهام العمل وايجابي. تمام كده؟ كلمات اخيره، كلمات اخيره لينا كلنا. حاول ان توقف الضغوط قبل ما تبدا، يعني خليك مبادر في حياتك، اشتغل انت تقي نفسك من الضغوط. طب ازاي ده؟ ان انت تراقب ازاي بتتكلم مع نفسك، هل انت شكاي؟
دوام عمال تروح كده، بتكون دايما نفسك كتير، دايما بتذم نفسك، ما بتشجعش نفسك. هي دي بداية الضغوط، الحديث الداخلي الذي قد يؤدي إلى الوفاء. حاول أن تراقب إزاي بتتكلم. أعرف نفسك، أعرف نقاط القوة اللي عندك، علشان لما تحس إن الدنيا صعبة عندك قدرات تخليك تتجاوز أي محن أو أي عقائد. أعرف نفسك إن أنت متوازن ما بين نقاط القوة ونقاط الضعف، تشتغل على نقاط الضعف إن أنت تحاول تقللها على قد ما تقدر، علشان ما تبقاش زي كده الشوكة في ظهرك. الضغط كده كده هيروح، فسيبه يمشي وما تستخدمهوش كطريقة من طرق الدعم ليك عشان مثلا تجذب الانتباه او ان انت تستخدمه كعذر، لان الضغط ده لو انت استخدمه كعذر ليك ولازم ليك، ويبقى مش بس ان هو اصبح عذر، هيبقى شيء سيء في حياتك. ممكن استقراء 2 دقائق مرة أخرى. تمام يا زينب، ممكن طبعا. يعني أنا خلاص قربنا نخلص، خليك صبور في حياتك، تحاول إنك تعتمد على الآخرين. أنت عايش في مجتمع والإنسان كائن اجتماعي ولازم إن هو يتواصل مع المجتمع بشكل إيجابي. حاول إنك تدخل الناس لحياتك، لأن الدعم من الآخرين هو طريقة مهمة للوصول للأهداف، وإنك تجد المعنى من حياتك، وإنك تكون عايش حياة صحية وحياة متوازنة بشكل إيجابي. كن صادق وواقعي، صادق مع نفسك، واقعي في حياتك، حط أهداف تقدر تحققها، ما تحطش مش بقطع ولا بقطر التخطيط هتقدر توصل لأهدافك. خليك واقعي. بناء على امكانياتك حط اهدافك، وبناء على امكانياتك حط تصور ازاي تحقق هذه الاهداف. ادارة الضغط امر دائم، وهي ببساطة ان انت تعيش حياة صحية متوازنة ولها معنى. واخر حاجة اقولها، استمتع 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 بحياتك. عيش السن اللي انت نفسك تعيشه. ما تكونش شاب في العشرينات ولا الثلاثينات ولا حتى الاربعينات وعايش في سن حد في الثمانينات. عيش سنك، عيش حياتك واستمتع بيها. ابتعد عن اي ضغوط. كن نفسك، كن مساعد لنفسك، ما تبقاش انت العقبه اللي قدام نفسك. جميل كده؟ هنختم كورسنا 3 محاضرات بهذه الجملة: إن الحياة لا تستحق أن تموت لأنك اندفعت فيها وضغطت على نفسك بشدة أكثر مما ينبغي. خذ الأمور ببساطة وهون على نفسك واستمتع بحياتك، وعيش المرح اليوم وكل يوم، عيش السعادة اليوم وكل يوم. تمام كده؟ تسلم يا باشمهندس. الله يخليك يا رب يا نوران، ميرسي جدا جدا ليك يا رب. خلاص احنا خلصنا يا زينب. الله يخليك يا رب. ليه بس؟ مين قال كده؟ تسلم لي يا بس يا باشمهندس. معلش معلش. ربنا يجازيك كل خير يا عاطف ويا مي، وسلموا لي على معاذ. ربنا يخليك يا رب. تمام تمام يا باشمهندس. ربنا يخليك يا رب يا ملاذ. ربنا يخليك يا رب. تمام. الله يخليك يا رب يا رهيبة.
تسلميلي يا رب. ان شاء الله تشرفوني باذن الله في المحاضرات القادمه باذن الله. هرجع تاني اقول لكم الكورس تاني هتلاقوه موجود على الجروب بتاعي على فيسبوك، تقدروا تنزلوه بشكل كامل على الجروب، واللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يتواصل معايا بشكل مباشر على اللهم امين يا هاجر يا رب، عبر اي جروب يا عاطف. هذا هو لينك الجروب، تقدروا هتلاقوا فيه كل المحاضرات بتاعتي، تقدروا ان انتوا تنزلوا كل المحاضرات. والشكر الثاني ده الجروب، ده الاكونت الشخصي بتاعي، تقدروا تتواصلوا معايا بشكل مباشر في اي وقت، اللي حد عنده اي اسئله او اي استفسارات طبعا يسعدني تماما تماما جدا ان احنا نتواصل مع بعض في. واتمنى من الله ان انتم تكونوا استفدتوا في خلال هذا الكورس. ربنا يجازيك كل خير يا محمد. ميرسي جدا يا مي. الله يخليك يا رب يا باشمهندس. يا رب دايما كده تستفيد دايما يا زينب. ربنا يكرمنا جميعا. انا عمال اعمل اضافه للناس اللي طالبين اضافات على الجروب اهو. تمام، ربنا يجازيك كل خير. ميرسي جدا يا ساميه، ربنا يكرمك يا رب يا زينب. اتمنى من الله تكونوا استفدتوا ده اللي يهمني. تمام يا عاطف، تنور لي، الله يكرمك يا رب. الله يخليك يا عمر، تسلمني يا رب. تمام، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واتمنى تحضروا لي المحاضرات القادمه. في محاضره يوم الخميس القادم وانا تحضروها ان شاء الله، واتمنى ان تستفيدوا منها، تبقى الساعه 8 مساء باذن الله. واتمنى ان تكونوا تسعدوا دائما ابدا بكل الصحه والسعاده، واشوفكم على خير. تصبحوا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.